سميتو اللي دابا اقل الحفاظ اللي تحت كيف قالوا اللي سميتو قالوا راه جا من العام في زمن كيف تهما كيقول لك اي لا 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 انا انا مهندس في القانون ديال 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 الاتحاد الاوروبي وانا صوت ما كانش هو القانون اللي جيت فيه هذا انا صوت عطيت فيه الصلاحيه للتكنيسيان باش ما تقال لك تخرج لي كان في الغرفه قبل حيت كان في الغرفه كان فيها بزاف التخرج كان في الغرفه ديالها هو اللي هو كيدير كل شيء صافي حيد بلا حيد كان كل شيء صلاحية كنا عند الرئيس حتى في الصلاحية ديال الرئيس الصلاحية عن المجموعة سميتو وكان مركز السينما كيكون غرفة تحلات ومركز السينما يمشى على هذه القضية وأنا أراهن أنا أراهن أي واحد لأنه لأنه باس سكري باش يتحلل باش يتحلل الغرفة كي كان دابا المشرع قال من اسست غرفة هنا جمعية اسست هنا ما كنتش اذا غادي تحلى هنا اذا الغرفة من غير لارتيكل 35 ديالها كيما كيف تحل خصها تراب تاسيس وتراب تاسيس ديالها ماشي في المغرب تراب تاسيس ديالها ماشي في المغرب الغرفة ما تاسسش في المغرب نهائيا وما كاين حتى واحد كاع البلاصه ديالها الا انت كيتواد من رئيس غرفة باش ما تطلقوهاش ولا بزاف الحوايج ما كيهضر عليه هو صح بزاف مهما خرج من هذه الغرفه فلا داعي تكون هضر عليه بزاف نحدو يعني الطرد هو اللي بان ليا السلام عليكم مساء النور اسم هو وقم ديال المعطي الصفه رئيس غرفه ديال التقنيه السينما وديال الافلام هو اللي كاين هو كاين الغرفه المغربيه للتقنيه السينما وديال الافلام هي الغرفه او الممثل الشرعي الوحيد قانونيا امام الجهات المختصه وبين كنعرفوا بان المشرع اعطى حق تكوين الغرف تكوين الجمعيات ديال المواطنين الجمعيات تكوين النقابات النقابه عندها آلية العمل ديالها والغرفه عندها آلية العمل ديالها والغرفه تاسست تقريبا تاسست في فرنسا سنوات عده وما سبقات التاسيس ديالها في المركز السينمائي ولكن بعد فترات تاسست المركز السينمائي هو المركز السينمائي تكون الغرف تكون الغرفه التقنيه وغرفه المنتجين وغرفه الموزعين والحمد لله مني منذ نشأت الغرفة وهي غادا في المسار ديالها اللي رسمته اللي رسموه القيدومي اللي قبل منه من جينا رئاسة الغرفة من 2010 دوزنا تقريبا دابا ثلاثة ديال الدورات كرؤساء لقينا الثقة ديال التقنيين اللي فرضوا علينا باش نكونوا رؤساء ديال هاد الغرفة هذه وهذا تكليف وليس تشريف التقنيين الاخوان التقنيين داروا فينا الثقه لانهم شافوا العمل ديالنا الحمد لله من غير جينا دينا في هذا المسار هذا الا الغرفه غادا بازدهار القدام القدام سميتو والعمل ديالها بان في الساحه لانه الا جينا مثلا في واحد غير في هذه واحد 20 عام هذه ما كان المنتج ما يجلسش معك نهائيا السلطات ما تجلسش معك حتى شي واحد ما كياخذ برأي ديالك الحمد لله جات الغرفه دخلنا التقنية لاميتيال دخلنا في قانون الفنان ولات عنده بطاقة الفنان ودار الفنون خدينا واحد المكتسبات فهمتي واحد المكتسبات والحمد لله تمنا نزيدوا لقدام ونزيدوا لقدام مع الاجيال الجايه لان احنا دابا حاليا كنوجدوا الجيل الصاعد اللي غادي يكون في الغرفه مستقبلا من الواحد عام ولا واحد عامين ان شاء الله الى طول العمر غادي نفرغوا نهائيا لا غوتغيت ديالنا وقعت هذه الحقبه اللي اللي رغمنا الاخوان باش يكونوا باش نقودوا الكوكبه مي عطيتهم واحد العامين او ثلاث او اربع سنين كاع على كثر بين ما نجهزوا شي واحد اللي غادي يقدر يحمل باش يعاود يجي لقدام. شكرا استاذ حول اللقاء التشاور. السلام عليكم هو كان لقاء تشاوري استجابه بزاف المطالب ديال التقنيين درنا هذا اللقاء التشاوري او نسميه يوم دراسي ناقشنا فيه بزاف الحوايج ناقشنا فيه مستجدات القانون قانون الصناعه السينمائيه ناقشنا فيه كل ما يخص لا سي ان اس اف سميتو التغطيه الصحيه الاجباريه ديال دابا ناقشنا فيه عده هموم ديال التقنيين المشاكل ديالهم و
لا حاليا ولا مستقبلا. واحد الكثره ديال الهيئات اللي ولاو كيمثلوا في السوق لانه هيئات صوريه. اعتقد بانه يمكن التقنيين تفهموا علاش لا سيناسات بالضبط في هذه الحاله الحاليه. ناقشنا معهم سميتو المآل ديال التعويضيه في غادي يدي مع شي ديال التغطيه الصحيه الاجباريه ولات. وش مقتنع الحمد لله. السلام عليكم، سهام حفيظ مساعده مخرج وسيناريست وممثله. دونك اليوم عرف واحد اللقاء تشاوري ديال مجموعه ديال التقنيين السينمائيين، وتلاقينا مع السي رئيس ديال الغرفه ديال المهنيين ديال السينما اللي قدم لنا مجموعه ديال المقترحات، وتكلمنا على بزاف ديال المشاكل اللي كيعانيو منها التقنيين السينمائيين، وحاول باش انه يلقى لنا الحلول. واللقاء كان هو هذا، كل شيء متفق، كل شيء عنده نفس الافكار، كل شيء زعما عنده نفس المشاكل، وكلنا فرحانين لانه فريمون كيبان لنا بان الطريق غادي باش اننا نلقاو حلول باش ان المهنه ديالنا تقاد وتقنن، رغم انها مقننه ولكن كنا نعرفوا القانون ديالنا، كنا نعرفوا الحقوق ديالنا. وفريمون فرحانه لانني حضرت اليوم اللقاء ديال اليوم. الرساله اللي بغيت نوجهها للمسؤولين وللناس ديال السينما بصفه عامه هو ان يحترموا المهنه ديال التقني السينمائي، لانهم هما الناس اللي خدامين هازين الاعمال السينمائيه ولا التلفزيه، هما اللي كيخدموا من وراء الكواليس. كون ما كانوش دوك الاعمال غادي يبانوا اصلا. فالمرجو الاحترام ديال دوك الناس، ونقدروهم ونقدروا الخدمه ديالهم والسوع كامل اللي كيخدموهم والمجهود كامل اللي كتقدموه، الفائده ديال هاد الاعمال اللي كتقدم واللي حنا كاملين كنشوفوها وكنستمتعوا بها. كلمه السيد الرئيس. كلمه السيد الرئيس السي المعتق قنديل، الف شكر ليه. فريمون ما كاينش شي واحد شي تقني اللي ما غايقولش لك بانه نهار وقف عليه وحتاجه ما كانش في جنبه. السيد اللي كيخلي المصالح الشخصيه ديالو ويمشي معاك ويتقاتل معاك باش يلقى لك الحلول ديالك. فريمون ما عمرنا ما غنلقاو شي واحد فحالو باش انه يكون رئيس ديال التقنيين ديال السينما. عز الدين جندول، مدير انتاج في المركز السينمائي المغربي، منتج. جيت اليوم لحضور هذا الجمع التشاوري مع التقنيين السينمائيين المغاربه، بحضور المكتب ديال الغرفه اللي كيرأسه السي المعتق قنديل، وبحضور واحد المجلس الاداري، مجموعه ديال التقنيين السينمائيين المعروفين على الصعيد الوطني. صراحه الغرفه المغربيه للتقنيين السينمائيين دارت واحد المجهود جبار من اجل يعني مصلحة ديال التقنيين، ومن اجل توفير الظروف الملائمه للاشتغال، لان التقني السينمائي كان كيعاني من واحد المجموعه ديال الاكراهات. ولكن الحمد لله فضل المجهودات اللي قام بها المكتب والسي المعتق قنديل كرئيس، استطاع التقني السينمائي باش تكون عنده واحد التعاضديه ديال الفنانين اللي كتوفر ليه يعني هذا يعني من خلال واحد المجموعه ديال الشراكات مع واحد المجموعه ديال المستشفيات اللي هي كبيره كالمستشفى العسكري، واحد المجموعه ديال المستشفيات المعروفه لا داعي لذكرها. المهم التقني ولا كيخدم في واحد الاريحيه، بالاضافه الى الحصول على البطاقه ديال الفنان، زائد البطاقه ديال المركز السينمائي كتقني، ولا اضافه الى يعني الصالير اللي ولا كياخذ التقني ضعف، ما بقاش كما كان. وهذه كلها يعني مكتسبات اكتسبتها الغرفه. كنشكروا السيد رئيس الغرفه المغربيه للتقنيين السينمائيين السي المعتق قنديل اللي كيجدوا فيه الاخوان التقنيين دائما الثقه، وكنظن انها الغرفه الوحيده اللي معروفه على الصعيد الوطني واللي عندها الشرعيه لتمثيل التقنيين السينمائيين. اخيرا كنبغي نشكر عامل عماله مقاطعه الحي الحسني والسيد رئيس مقاطعه الحي الحسني والسيد باشا الحي الحسني والسيد القائد على توفير الظروف الملائمه لهذا الاجتماع، وتوفير الفضاء
وكل ما يلزم هذا الاجتماع من 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 اجراءات. كنشكرهم جزيل الشكر وتحياتي للجميع. شكرا.